انا عشان نعم انا عشان ادوي فهمتي انا ملي غادي شوف ملي غادي نسجل اسمعني اسمع ملي غنسجل انا شي ديال اخو الصوت غادي اخو غير الصوت فهمت علي ماشي خلي الصوت يهم ريكورد ريكورد تو ريكورد ريكورد يا ود الكاميرا بس نوت نوت دونت تيك ذيس فيس جاست وين دي ويل موجود هنا كل شيء هذا كله بالفلاشات كله كله هذا تصوير امبارح هاي الحادثه صارت عندنا هذا هو دابا اللي حجز السلام صور امهات شهادات على المقدم حسن المراقبين جينا اول نوبه كفر زيت عشان ندون ما جرى هنا في كفر زيت الله يعطيكم العافيه على صوتك يا امي دابا يا حجه هل ممكن انك تقول لي ايش صار اولادنا طلعوا من البيت عم يتدرجوا بسيارتهم اجت الدبابه رشتهم من انا حق بيصير له هالشيء يساوي فينا ضرب الصواريخ ما كفته وجاب الطيران قصفنا فيها اولادنا عم بيقطع روسها ما بيكفي هذا هسه ايش بدهم منا اكثر من هيك يطلع لنا الشيء هذا ابن عمولي مثلك بدكم تساعدونا في هالشيء هذا انت والله يا المساعدة منكم نعم يا حجة والله هذاك الشيء علاش حنا ندخل عليكم يا الله نعم والله العظيم يا حجة هذاك الشيء علاش المراقبين هون بدنا نقوم بهذه المهمة واحد فرج على بنائك كلياته ارتش كلياته بصواريخ قصفنا فيها الحجة تعطيني استاذ ابنك شو اسمه خالد العلي الاعرج خالد العلي الاعرج خالد His name is son Khalid. Khalid. أنا أمو للشهيد رضوان نادر صان رضوان 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 كرم عرفات رضوان روميو إيكو دلتا أسكار يونيفورم نوفمبر نعم ابني كان عندي بالبيت ابني كان قاعد وين ضربوه جوا وين هلا ضربوه هلا اللي انا وياك عم نحكي فيها هلا اربع اصابات بالسوق شباب ماشيين بالشارع تصوبوا هلا واحنا واقفين معكم هلا انتوا عم تجوا لتحمونا اثناء وجودكم عم نتصوب بكل البلدان اللي عم تدخلوها عم نتصوب احمد اسمه فور At this moment, wounded in the north part of the village. Yes. Now, at this moment. يا شباب رجاء بس هدا شوي يا شباب خلصنا شغلنا محمود انتوا كنا ان شغل معنا هلا كبير صاحب وثق كلام المرا مشان ناخذ كنا شغل مع كل واحد يجي هذا نغير موقفنا بين الجميع نعم يا سلام بس استنى لا تتكلم انا تركت بيتي رحت مني عرفت بيتي يا شباب المال شغل مشان الله يطلع شوف ينصور مع شغل يطلع نعم 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 الشغل ما حرام نعم الله الشغل نعم 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 ما نعم بينا شيء ما حرام شيء بصير شيء ما اثنين عبدين جبنا كانوا سوا بنفس السيارة سيادة المقدم هنون اثنين ولاد عم أقارب زملاء رفقة طلعوا من البيت بعد ما
طلعوا يشموا الهواء يتسهروا بالطريق عاملين كمين هنن مرقوا عليهم بالسيارة نزلوا ضرب عليهم بطلق 14 ونص بدك هلق أنا بجيب لك نص كيس مليان من الطلق اللي ضرب عليهم وصور هنا المضروبين موجود موثقة معك في الفلاشة أخوي ابنها محسن نفرجي إياها ما خليناها تشوفه أخوي ضرب برأسه راح وجهه ما ظل منه غير هالمكان هذا أخوي محسن نودعه عم نحرق يوميا هاي أول مرة ما بتعرف هالحكي هذا هلق حكيته قدامي منك بدي حق أخويه أخويه أنا ما أحسن تودعه ودعت رفيقه بس رفيقه أنا لأنه أخي ما أحسن تشوفه أمي انحرق قلبه عم تنحرق قلوب الأمهات كل يوم وبوجودكم أنتو هلق أقول لك أربع إصابات لشباب من عنا من هون وين عم تحلوا عم ينضرب وعم ننضرب أنتو واقفين عم تتفرجوا ليش عم تجوا إذا ما بدكم توقفوا لنا إياه بدنا حماية بدنا حماية بدنا تسليح هدول الزلم هذوك الزلم ما بدنا إياهم بدنا هدول إحنا الجيش الحر اللي بيمثلنا وهو الوحيد القادر على حمايتنا ما بدنا الجيش الأسدي ولا لنا بحاجة الجيش الأممي إحنا بحاجة هدول فقط بدنا الجيش الحر هو اللي يتسلح وهو اللي يحمينا وإحنا بغينا عنكم كل ياكل الله معنا والجيش الحر حامينا ولا لنا بحاجة أي سنة أخرك الله أكبر نسوان ما حرام تبقى على امها بهات هيك مو حرام مو حرام وين مشى على ترضى عمك انت سياده المقدم الحق وما مستعد انا مستعد موت بس مشان تحب سياده المقدم لهالناس هاي سياده المقدم خليني نقول سياده المقدم بس حكيني كلمه بعد اذنك انت وين ما جيتوا حل الخراب دقيقه وين ما جيتوا محمد هاي الطلقه اللي انضربوا فيها الشباب ولسه بجيب لك منها النقيب اسامه الواصل عمار هاي اللي استشهدوا فيها الشباب الاثنين انت بس جيتوا على بلد الخرب وقت اللي عم تجوا انتوا عم يقوسوا علينا انا هلق بعد هذا اللقاء معك عم بحكي معك انا هلق صرت هدف مشروع هلق بدي اجيب لك الصواريخ اللي ضربونا فيها قومي بدي اجيب لك وين مكان معتقل اسمعوا يا شباب اسمعوا تفضل انا مهمتي انا كمرافق لازم ادون واسمع وادون فهمتي علي عم تدون صايكم سنه لا رحتوا جيتوا صايكم ثلاث شهور عم تدونوا صارت مجزره الحولي ما قلتوا انه الجيش اللي ضربون صوران 50 واحد صوران 50 واحد ما قلتوا انه ضربون ما في ناس شهداء ليش جيتوا لعنا لك اذا ما بدك تحكي كلمه حق ليش جيت لعنا انا احلف لك بالله والله كل ما بسمع وهذا بدون زي ما يسمع كل ما اسمع وهذا بدون انا ما بدي اياك تسمع بدي اياك تحكي نعم بدي اياك هلق الان احكي هلق انا كيف فهمني انا هلق خلي احكي لازم محمود تفرج هذا الشاب بس لا تصوروا بلا تصوروا يعني تذكر بس تصوروا مشان الجيش عشان نهرب ايه صور معلش من تحته صور ازيك يا عمرو تفضل سيادة المقدم يا سيادة المقدم تفضل هذا اللي عم نضيف فينا احنا تفضل مهم شو اسمه في قامة صواريخ عند البيت بس هذا اللي عم يجيبوا لنا اياه بالحملة هاي الإعاقة اللي ضربوها فيه يا خالد نعم بعد اذنك في شباب برا ابي صايحوا يا شباب قول في مجال نحن جبناهم على البيت لنتكلم ما نغويش عليهم حسن خذوا الشباب لبرا هاي خذوا الجيش بيتوا يلا طالعون انا وعيالي هلا طالعين وقاعدين بدنا نوقف حسن